لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. انتهت المقابلة التي جمعت بين الوداد الرياضي ومضيفه نادي الجيش الملكي بانتصار الفريق الأحمر بهدف دون مقابل في الكلاسيكو المغربي، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة 7 من البطولة الوطنية الاحترافية. وتمكن المهاجم أياد اللافي من تسجيل هدف الانتصار للفريق الأحمر في الدقيقة 61 ليحسم بذلك المواجهة لصالحه ضد نادي الجيش الملكي، وتمكن بذلك الفريق الأحمر من تعزيز صدارته للدوري المغربي ب19 نقطة في المركز الأول. أشاد المدرب وليد الركراكي بالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المقابلة ضد نادي الجيش الملكي بعد انتصارهم بهدف دون مقابل، وذلك برسم الجولة 7 من البطولة الوطنية الاحترافية. وأكد المدرب وليد الركراكي أن المقابلة ضد نادي الجيش الملكي كانت صعبة على الفريق الأحمر، مضيفا أن فريقه كان في الموعد وقدم مستوى جيد طيلة أطوار المقابلة. وأضاف المدرب وليد الركراكي أن الجيش الملكي كان خصما صعبا داخل الميدان، لكن فريقه حقق الأهم وهو تحقيق الانتصار على خصم ينافس بدوره على لقب الدوري المغربي هذا الموسم. أثار الهدف الذي سجله نادي الجيش الملكي في اللحظات الأخيرة من المقابلة جدلا كبيرا بين الجماهير المغربية، لكن يبقى الهدف غير صحيح بداعي أن اللاعب الأخير كان في حالة تسلل وقام بمتابعة الكرة التي دخلت شباك الحارس أحمد رضا السجنوسي، حيث يبقى قرار الحكم الذكي الرداد صائبا عندما رفض الهدف بعد رجوعه لتقنية الفار. حدد الفريق الأحمر يوم 1 من شهر دجنبر القادم موعدا لعقده جمعه العام العادي الخاص بالموسمين الأخيرين، والذي ينتظر أن يتحول إلى جمع عام استثنائي من أجل انتخاب رأي جديد لنادي الوداد الرياضي. وجاء ذلك بعدما قرر سعيد النصيري حسب بعض المصادر المقربة التخلي عن منصبه والاحتفاظ برئاسة المكتب المديري الذي يضم جميع فروع الفريق الأحمر، حيث أكد مصدر ودادي مسؤول أن الفريق الأحمر قام بتغيير الموعد الخاص بجمعه العام بعدما توصل سعيد النصيري بدعوى لحضور كأس العرب الذي يقام نهاية العام الحالي. وأشارت بعض المصادر أن سعيد النصيري يفكر في التخلي عن منصبه بالفريق الأحمر بعد توليه مسؤولية شديدة سياسيا عقب نجاحه في الانتخابات الأخيرة. قام المهاجم النيجيري ميشيل باباتوندي باللجوء للاتحاد الدولي الفيفا من أجل مطالبة الفريق الأحمر بمستحقاته المالية، وذلك بعدما فك ارتباطه بالفريق والتي قدرها في 723 مليون سنتيم. وتلقى الفريق الأحمر خطابا رسميا من الاتحاد الدولي الفيفا، حيث تضمن شكوى ضد سعيد النصيري من طرف المهاجم النيجيري ميشيل باباتوندي، وذلك لاستخلاص باقي مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأحمر. وكان سعيد النصيري قد منح المهاجم النيجيري ميشيل باباتوندي جزءا من مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأحمر، وذلك بعد نهاية عقده رسميا مع الفريق والتي قدرت في 359 مليون سنتيم. صرف سعيد النصيري يوم الأربعاء الماضي لجميع اللاعبين منحة التأهل لدور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في محاولة من سعيد النصيري لتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية مع بداية الموسم الكروي الحالي. وحصل لاعبو الفريق الأحمر على منحة تقدر ب3 ملايين سنتيم، وذلك بعد تأهلهم إلى دور المجموعات يوم الأحد الماضي على حساب نادي قلوب الصنوبر الغاني بعد انتصارهم ب6 أهداف مقابل هدف واحد على أرضية مركب محمد الخامس. ويذكر أن الفريق الأحمر ينافس هذا الموسم على 3 واجهات وهي الدوري المغربي وكأس العرش، بالإضافة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي سعد الهدف الأول لجميع المكونات الودادية تحت قيادة المدرب وليد الركراكي. توصل المدرب وليد الركراكي بتقرير مفصل من الطاقم الطبي للنادي الأحمر عن الحالة الصحية للاعبين المصابين داخل الوداد الرياضي، حيث أكد مصدر ودادي مسؤول أن الطاقم الطبي للنادي الأحمر رخص بإمكانية الاعتماد على اللاعب صلاح الدين منيشو في مقابلة الديربي، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها لإزالة الزائدة الدودية، حيث يخضع حاليا لعملية الترويض.
كما أوضح أن رضا الجعدي واللاعب سفيان كركاش سأكد غيابهما عن المقابلة ضد الرجاء الرياضي في الديربي، وذلك لحجزهم لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة. وبالنسبة للمهاجم زهير المصارشي فإن مشاركته في الديربي راهنة بلياقته البدنية، وسوق مباراة الديربي بين الوداد الرياضي والرجاء الرياضي يوم 6 نوفمبر القادم، وذلك على أرضية مركب محمد الخامس لحساب الجولة 10 من الدوري المغربي. أكد المهاجم زهير المصارشي تحسن حالته الصحية بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في مقابلة الذهاب ضد نادي قلوب الصنوبر الغاني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على أرضية ملعب أكرا الدولي بالعاصمة الغانية، حيث أكد المهاجم زهير المصارشي أنه يتمثل للشفاء ومن المتوقع أن يعود إلى الميادين في أقرب الآجال. كما أوضح أنه دخل في المراحل الأخيرة حيث يخضع حاليا لمرحلة التأهيل الطبي، وسيعود إلى مباريات الفريق الأحمر بعد أسبوعين كاملين. وأكدت الفحوصات الطبية الجديدة التي خضع لها المهاجم زهير المصرشي إمكانية مشاركته في مقابلة الديربي ضد نادي الرجاء الرياضي برسم جولة 10 من الدوري المغربي، وذلك بعد استجابته للعلاج مما قلص المدة لعودته إلى الميادين.